فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، ونحن لن نطلب للعلم بدلا، وحقا أهل العلم أحياء. مشاهدين الأحبة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة العلمية، آملين أن نقدم لكم الفائدة والمتعة، أهلا بكم. أحماض أوميجا 3 وأعراض نقصها في الجسم. لماذا نشعر بالتعب رغم النوم الكافي؟ عين صناعية تبصر. الخلايا الجذعية والعلاج الاستنساخي. حقول التوليب في هولندا. إضافة إلى معلومة جديدة من عالم الحاسوب. مشاهدينا، تعد الأحماض الدهنية من نوع أوميجا 3 أحد العناصر الحيوية جدا، وبالطبع فإن لنقصها في الجسم أعراضا كثيرة قد لا يعرفها الكثيرون. في صفحة ثقافة صحية سنتعرف إلى أهم هذه الأعراض، فلنتابع معا تقرير أعراض نقص أوميجا 3. أعراض نقص دهون أوميجا 3 في الجسم. لأن أوميجا 3 تحمي الرطوبة في الجلد، وكلما ارتفع مستواها كلما استطاع الجلد امتصاص المواد الغذائية بشكل أفضل، وعند حصول نقص سيظهر سريعا جفاف الجلد. الشعر بلا حياة. أوميجا 3 تغذي بصيلات الشعر وتجعلها أقوى وتمنع تساقطه، وبالتالي عند نقصها سيفقد الشعر بريقه ولمعانه وحيويته. أظافر هشة. إذا كانت الأظفار تتكسر بشكل دائم وتبدو لينة جدا، فعلى الأغلب هناك نقص في أوميجا 3. مشاكل التركيز. وجود صعوبة في التركيز حتى على مهام بسيطة. كثرة الشرود في مسار العمل وعدم القدرة على تركيز الاهتمام. التعب السريع. الشعور الدائم بالإرهاق يمكن أن يكون له العديد من الأسباب المختلفة، أحد تلك الأسباب الرئيسية قد يكون نقص أوميجا 3. آلام المفاصل. الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي مضادات التهاب قوية تساعد على تخفيف ألم المفاصل. أما الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 فهي السردين، السلمون، المحار، الجوز، الفستق، اللوز، البيض، بذور الكتان والسبانخ، فول الصويا المبرعم، والبروكلي. وصلنا معكم إلى صفحة عالم الحاسوب، دعونا نتابع معلومة اليوم مع أحد الاختصاصيين بمجال المعلوماتية. أهلا بكم، سنتعرف اليوم على نسخ الاحتياطي القياسي للملفات في نظام تشغيل ويندوز 10، وهي من أكثر المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها مستخدمي جهاز الكمبيوتر. النسخ الاحتياطي للقياسي للملفات ويندوز في نظام تشغيل 10، هناك أن المشاكل في هذه البرامج كثرت، وكثرت البرامج لعمل نسخة احتياطية عن ملفات جهازك، وسنتعرف على ما يقدمه نظام تشغيل ويندوز في هذا المجال لنتابع. النسخ الاحتياطي القياسي للملفات في نظام تشغيل ويندوز 10، لننقر أولا زر ابدأ، ثم ننقر زر الإعدادات كما نلاحظ أمامنا في الشاشة الموجودة في زر الطاقة مباشرة. ستظهر أمامنا نافذة الإعدادات، نختار منها التحديث والأمان، ثم نختار من القائمة الموجودة في الطرف الأيمن النسخ الاحتياطي، لتظهر محتويات النسخ الاحتياطي كما في الشكل أمامنا. إذا أردنا حفظ النسخة على قرص صلب خارجي، نقوم بتوصيل القرص على إضافة محرك الأقراص ليعمل نظام التشغيل ويندوز على ذلك، على البحث عن الأقراص المتوفرة والتي من الممكن استخدامها في عملية النسخ الاحتياطي كما نلاحظ. وسيعمل نظام تشغيل ويندوز 10 على البدء بعملية النسخ الاحتياطي لمجموعة محددة من المجلدات، وإذا أردنا الاطلاع عليه بالنقر على زر خيارات أكثر لتظهر نافذة خيارات إضافية.
إن توقيت أخذ النسخ الاحتياطي وعرض المجلدات الحالي التي يتم النسخ منها إضافة إلى المزيد من المجلدات التي يعمل ويندوز نظام تشغيل 10 على أخذ نسخة احتياطية من محتوياتها. لننقر على زر إضافة مجلد، وبالتالي سنقر على استعادة الملفات من النسخة الاحتياطية الحالية لتظهر النافذة التالية أمامنا. تظهر هنا المجلدات التي أجرينا لها النسخ الاحتياطي بالأسلوب القياسي من قبل، وننقر الزر الأخضر لتبدأ عملية الاستعادة للملفات. تعرفنا على كيفية النسخ الاحتياطي القياسي في نظام تشغيل ويندوز 10. ننام نوما كافيا ومع ذلك نشعر بالتعب والإرهاق، فما تفسير هذه الحالة علميا؟ هذا ما ستجيبنا عنه صفحة سؤال وجواب، تابعوا معنا مشاهدينا. لماذا نشعر بالتعب رغم أننا نمنا بما فيه الكفاية؟ هناك أسباب عدة للشعور بالتعب رغم حصولنا على ساعات نوم كافية، وقد تشير إلى وجود مرض أو خلل في الصحة. من أهمها نقص الحديد، فهو ما يسبب بطء نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء. فيتامين B12. يوجد هذا الفيتامين بصورة كبيرة في الكبد ولحوم سمك السلمون والرنجة ولحوم البقر والحليب ومشتقاته والبيض. السكري، بسبب نقص هرمون الأنسولين لا يعود الجسم قادراً على استقلال الكربوهيدرات بشكل صحيح بعد تناول الطعام وتحويله إلى طاقة في خلايا الجسم. قلة شرب السوائل، يوصي الأطباء وخبراء الصحة بشرب ما لا يقل عن لتر ونصف اللتر من الماء يومياً، لأن خلايا الجسم لا تعمل بصورة صحيحة إلا في حالة وجود سوائل كافية في الجسم. مضادات الهستامين، هذه الأدوية تقلل من أعراض الحساسية ولكنها تسبب الإرهاق والنعاس الشديد، ولذلك ينصح الأطباء بتناولها قبل النوم. مشاكل الغدة الدرقية، لأنه في حال فرط نشاط الغدة الدرقية فالخلايا تستهلك الكثير من الأكسجين دون داع، وهو ما يسبب سرعة خفقان القلب والشعور بالقلق والعجز. وإلى صفحة ابتكارات، عين صناعية تبصر. ربما تعتقد عزيزي المشاهد أن هذا خيال علمي، لكن العلم لا يعرف المستحيل، فلقد تم ابتكار عين صناعية بواسطة تقنية ثلاثية الأبعاد. دعونا نتعرف إلى هذه التقنية من خلال هذه المادة. متى ستطبع لي عينا إلكترونية؟ سؤال من والدة العالم الأمريكي مايكل ماكالبن، كان بمثابة الوقود الذي دفعه إلى صنع أول عين صناعية تمكن الإنسان الكفيف من الرؤية. يقول ماكالبن: استطعت بمعاونة فريقي
لتصنع نموذجا اوليا لعين صناعيه تستطيع استقبال الضوء الثلاثي الابعاد، بعدما كان ينظر الى التجربه على انها خيال علمي. ولكن الان اصبحنا اقرب من اي وقت مضى باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع العين. أما كيف تعمل العين الصناعية؟ فباستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد مصممة خصيصاً لتطوير أشباه موصلات تعمل في صورة وحدات ضوئية، وهي مستقبلات تحول الضوء إلى كهرباء، ومن ثم يتم طبع أشباه الموصلات على سطح قبة زجاجية نصف كروية مماثلة شكلاً لسطح العين البشرية في عملية تستغرق ما يقارب الساعة. تستغرق زراعة كل هذه الأجهزة الدقيقة في العين الصناعية قرابة الساعة الواحدة، فالعملية بطيئة لأنها تسلسلية. الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هناك ما يقدر بنحو 253 مليون شخص في العالم يعانون من شكل من أشكال ضعف البصر، مشيرة إلى أن إمكانات نجاح أجهزة أشباه الموصلات المطبوعة ثلاثية الأبعاد كبيرة في حال إنتاج المزيد منها. وفي صفحة دراسات علمية، الخلايا الجذعية والاستنساخ العلاجي مشاهدينا أمل كل المرضى، وقد أظهرت تجارب حديثة أن الخلايا الجذعية أي الخلايا الأصل والتي يتطلع العلماء للحصول عليها من الاستنساخ العلاجي لها القدرة على إصلاح تلف الدماغ، فمع تقدم الإنسان في العمر تأخذ الخلايا العصبية بفقدان محاورها، وهي الامتدادات التي تربط هذه الخلايا ببعضها بعضا وتجعلها تتبادل المعلومات فيما بينها. لكن مادة طبيعية في الجسم تسمى عامل تنبه نمو المحاور NGF أو النمو العصبي ثانية، وقد أجريت في دراسة حديثة تجربة حقن خلايا معدلة جينيا في قردة هريمة لإنتاج عامل النمو العصبي، ولوحظ بعد المعالجة أن القردة استعادت جميع المحاور العصبية التي فقدتها. ويأمل الباحثون بإجراء تجاربهم للعلاج بالخلايا الجذعية على مرضى الزهايمر لمعرفة إن كانوا سيستعيدون قدرتهم على التذكر والإدراك، فبواسطة ما يسمى الاستنساخ العلاجي يمكن الحصول على مصدر لا نهائي من الخلايا الجذعية من جسم الإنسان الفرد ليستفاد منها في إصلاح أي تلف في الجسم، سواء كان ذلك في الدماغ أو القلب أو الجلد أو غيرها من الأعضاء. وإلى صفحة نافذة على العالم، ألوان ممتدة على مساحات شاسعة من الأراضي مشاهدينا تسحر الأبصار لما فيها من روعة وجمال. الحقول الملونة في هولندا أو حقول التوليب، هذا ما سنراه من خلال صفحة نافذة على العالم لنشاهد معا. حقول التوليب في هولندا. بلويمن روت هو طريق من حقول التوليب الممتدة من منطقة هارلم في شمال هولندا حتى منطقة ليدن، حيث يبلغ طول حقول التوليب 40 كيلومتراً. يشكل طريق بلويمن روت روعة جمال المناظر ليكون لوحة رائعة تتكون من أزهار التوليب التي تمتد على طول الشارع بمساحات متسعة.
ويعد طريق بلويمن روت موقعا مثاليا ومفضلا لمحبي الصور والتصوير خصوصا عند الغروب. ويوجد بجانب زهور التوليب العديد من الأزهار المختلفة ذات الجميلة والروائح الزكية. يبدأ كل عام في أواخر شهر كانون الأول مهرجان يسمى باسم مهرجان الطبيعة الملون، حين تنمو أزهار الزعفران وأزهار النرجس وكذلك الزنبق، وفي شهر أيار تبرز أزهار السوسن والتوليب لتكمل لوحة فنية رائعة مع الأزهار التي سبقتها بالنمو، حيث يصطف الباعة على جانبي الطريق ليقوموا بعرض أجمل إنتاجات مزارعهم في الحقول التي تعود لهم بالربح والنفع وبأرباح تتجاوز مليار دولار سنوياً. زائر مهرجان الطبيعة في تلك الفترة ستثير انتباهه مشاهد صناعة الزهور والورود في هولندا لمشاهدة حقول التوليب الجميلة أولاً، وكذلك لمناظر البيع والشراء والمزادات في الحدائق العامة من قبل الباعة المزارعين. كما يمكن لزوار المهرجان قضاء بعض الوقت في مدينة هارلم أو مدينة ليدن التي تنتهي فيها حقول التوليب. يرى الكثير من رواد السياحة والسفر أن طريق حقول التوليب بلويمن روت أحد أجمل الطرقات في العالم، وزيارته في متعة حقيقية لمشاهدة حقول الزهور الواسعة على هذا الطريق الذي ذكرنا سابقا أنها تمتد لمسافة 40 كيلومترا، وكذلك الرائحة الجميلة التي تستنشقها من عبق الزهور الذي تصنع منه أفضل العطور في العالم. وبهذه الرحلة الممتعة مشاهدينا نكون وصلنا إلى آخر صفحة من حلقة اليوم من برنامج المجلة العلمية. انتظرونا على شاشة الفضائية التربوية السورية. دمتم بخير، إلى اللقاء.